يشتري وقرر يتفرج علينا ويتمرن معانا. معانا كوتش حسام. صباح الفل يا كوتش. صباح الجمال. طبعا احنا الناس اكيد قاعدين بيسالوا هو ده ايه، فيعني اتفضل اشرح لهم. اتفضل لهم يا فرح. انت مش كوتش يا فرح. لا 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 انا يعني انا يا دوب. طيب بس احنا كتير قوي بنتمرن تمارين كتير قوي في البيت او في الجيم، وبنزهق من التمارين اللي احنا متعودين عليها الطبيعيه. ففي حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، ان احنا جسمنا هو اهم جهاز ممكن نتمرن بيه. الوزن بتاع جسمنا يا فرح هو اكتر حاجه نقدر نستخدمها في التمارين. تمام. زي ما بنعمل تمارين السكوات، زي ما بنعمل تمارين اللانج، زي ما بنعمل تمارين كتيره جدا زي ما انا وانت بنعملها. حاجه من الحاجات ديت بداوا يخترعوا لها حاجات كتيره، سواء البراند ده او براندز كتيره نقدر نتمرن بيها. حاجه اسمها سبنشال تريننج، او ان احنا نستخدم وزن جسمنا كتمرين. جميل. يعني ممكن اي حد يشتري ده ممكن نشتريه وسعره كويس كمان. في انواع كتيره جدا اسعارها كويسه تقدر تستخدمها. طب كوتش ده يتحط فين في البيت؟ يعني المفروض يتعلق اي جزء من الاجزاء بتاعته يبقى ليها بارت كده بتبقى موجوده هنا. بتتحط في الباب بتاع الاوضه او الشقه. يعني ده ممكن يتعلق عادي في البيت. بيتعلق بيتحط ويتقفل الباب عليه. وبالمفتاح طبعا عشان ما حدش يدخل ويروح واقع. تمام. وتقدر تتمرن بيه كل انواع كل عضلات جسمه. تمام. فهنعمل النهارده 5 تمارين كده ممكن يعني يفرقوا معانا شويه، ونبدا نعلمهم، والفقره اللي جايه نبقى نعلمهم تمارين اكتر. اول حاجه هنعملها نطلع قدام زي الضغط بالظبط. هنعمل شاست بريس كانك في الجيم وماسك البار وبتتمرن، بس ايدك تحت شويه يا فرح. كمان ايوه مفروضه كاني بلعب ضغط بالظبط. بنزل واطلع، بطني مشدوده، الكور كله مشدود هنا. ايوه ايدي تحت سنه. 3 كمان، 2 كمان. هي زي ضغط فعلا، يمكن اسهل كمان من الضغط. ما هي اسهل لان احنا كل ما بنقدر نصعب التمرين شويه بناخد نرجع لورا لحد ما نوصل ان احنا هنا. طيب انا هسيبك تصعب. هنفضل هنا صح؟ أنا. ده اول تمرين للشست، العضلات الشست والكتف والترايسبس كمان. هنرجع لورا. عجباني اللعبه دي والله. عندي في البيت واحد. طيب وهشد كاني بعمل تمرين الباك اللي هو بتاع الظهر. 2 3 وسطي قدام شويه. 4 راسي فوق. 5 thumb to chest، صباعي دوت يوصل لحد صدري هنا. ايوه هصعبها شويه يا فرح. هاخد خطوه لقدام. ايوه انا خايفه ابص. لا مش هتقعي. كملي. عدة كمان. كل واحدة هنحاول نعمل منها 15 عدة 3 مرات. يلا نطلع لقدام. تمام. قدام؟ اوكي. ايدي بقى هنا. هقفل كوعي قوي. هحاول اعمل تمرين للترايسبس. هنزل هنا وازق. 1 2 هايل. 3 حاولي كوعك ده يقربوا من بعض. ده وده. 4 صح كده فعلا قوي. انا حسيت دلوقتي بالتمرين. ولو شديتي بطنك كمان يبقى ده تمرين للكور ماسل كمان. والابتسامه. والابتسامه الجميله عشان نطلع هابي ماسل. وبعدين بقى وانت هنا هنرجع تاني ورا. نرجع ورا التمرين بقى للبايسبس. اوكي جاهزه؟ جاهزه. جو. 1 بنرفعها. ايدي بتبقى فوق قوي كده. ايوه 3 هايله صح كده؟ لا يا فرح تمر فيك التمرين والله. 5 كمان. 4 3 من اهم التمارين كمان اللي ممكن نعملها من الوضع بتاع الباك ده ان احنا نعمل سكوات. 1 2 صح 3 اريح كتير. ها اريح كتير فعلا. لا انا هجيب هجيب التمرين. تبي تجربي الجامب؟ جامب سكوات. ازاي جامب سكوات؟ نجرب. 2 ريبس. 1 2 مش عارف انا بعمل صح ولا غلط. اصلا فرح اصلا بجيبها من كل حته في الجيم وبتقعد تتشقى في الجيم لما تلاقي حاجه زي كده. مش اكيد انا هكمل. انا هكمل. طيب احنا كده خلصنا الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في البيت من الاجهزه البسيطه او التولز البسيطه نقدر نجيبها في البيت ونعمل بيها تمارين كتيره جدا فعلا. ويفرق وما نبقاش ما نزهقش من التمارين اللي بتحصل لنا كل حقيقي. يوم حقيقي.
بشكرك يا كوتش، ميرسي جدا.